الفراخ بقى نعلق على الفراخ. النهارده هنعمل فراخ الملزقه دي سهله جدا جدا لكل ام صغنونه لسه متجوزه. تعمل الفراخ دي بطريقه يعني مسافه تلت ساعه بتلاقي عندك اكله جميله. الفراخ بتقطعي الفرخه 8 قطع، بعد طبعا بتغسليها كويس قوي. انا عارفه ان انت بتغسلي اي ام واي بنوته واي ست بتغسل الفراخ كويس. قطعيها 8 قطع، واهم حاجه جلد الفرخه يكون موجوده. بعدين بنجيب حله واسعه من تحت بنحطها على البوتاجاز ونمسك تسخن بس، وبنمسك قطع قطع زي ما هوريكم ان شاء الله. نمسك قطع قطع وبنحطها وبنحط عليها كل التوابل اللي انت تحبيها وكوبايه ميه. كل ما تشرب ومعلقه واحده سمنه او قطعه زبده، كل ما تشرب الميه تحطها لها، وفي الاخر بتديكي طعم جميل جدا. والفراخ دي اسمها فراخ ملزقه، كان عصمت جوزي بيشتغل في المطار وبعدين جاله شيف فقال له انا عايز احلى طريقه للفراخ، فقال له عليها، فربنا يبارك له والله اللي وصف لنا الفراخ دي، واحنا كلنا بنحبها جدا. وهتذوقوها ان شاء الله وهتعجبكم. وما سموها ملزقه ليه بقى يا ام ليلى؟ لان في الاخر الصوص بتاعها بتبقى زي يعني له تلبسيه كده يلزق، فجميله جميله جميله. زي الصوص بتاع الكوارع كده. ايوه ليها جوز كده. فبتبقى طعمها حلو قوي. طب حبايبك بقى من السعوديه النهارده، اسمعي بقى ردي انت قولي بقى. شوفي حبايبي. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت عارفه دي مين؟ مش واخده بالي. دي ام هند بنت ام حميد الله يرحمها. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه. مامتي كانت ست عظيمه وربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنه يا رب. وانت بنتها، يعني انت الابنه اللي ان شاء الله هتبقي الخلف الصالح للام الغاليه. ورب كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ويخلي لك ولادك ويرحم ماما. وكل سنه وانت طيبه يا اعظم ام هند في الدنيا. ما خير ايه؟ خير خلف. خير خلف لخير سلف. طبعا طبعا. اسم الله عليك. زيك يا ام هند؟ الله يسلمك. كيف حالك؟ الحمد لله. لا عاوزاك النهارده تبقي مبسوطه يعني. امك روحها بتحوق. بصي حوالينا كده. هي ماما بجلدها ده. قطعت. معلش بقى. طبعا الله يرحمها ويجعلها ما قصرت فيها. انا كنت بحب اسمع صوتها بصراحه. الله يرحمها. ربنا يرحمها. كلنا هنموت والله. قصرت فينا كلنا. كلنا هنموت. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنه يا رب. يعني روحها كده كانت بتيجي من الحرم. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه. كانت رغم ان الامراض اللي كانت عندها بس كانت دايما بتضحك وكانت دايما سعيده. ام عمر الله يرحمها. ام عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا ست غاليه؟ تسلمي. النهارده ماما ليلى اللي معاكم هي اللي هترد على كل تليفوناتكم. كل سنه وانت طيبه يا ام عمر، ويعود عليك الايام بخير ويخلي لك ولادك ويجعلهم برين بيكي. اهلا يا ام غالي، عامله ايه؟ الحمد لله. اسمعينا بس من التليفون عشان تسمعينا كويس. الله يخليك يا ماما ليلى. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ومامتك طيبه واولادك طيبين وبصحه وبسلامه. يعود عليك الايام بخير يا حبيبتي. سامعانا يا ست الكل؟ سامعاك. طبعا. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والامهات كلها طيبه. يا رب يا رب. طيبه وانت طيبه وبخير. عيد عليكم ان شاء الله. تعيشي. ميرسي قوي قوي قوي. شكرا. يجعل اولادك برين بيكي يا رب. شرفتينا وانستين. انت يا غاليه سبقتيني في كل حاجه. لا لا، ازاي اقدر؟ ده انا قعدت اسمع منك ازاي اعملها عشان ما توكس قدام لا الناس. لا ازاي بقى، انت شطوره. انت شطوره واكلك جميل وحاجاتك كلها جميله. حضرتك بقى قولي التتبيل. احنا حطينا كل الحاجات اللي قلتي عليها. حطينا ورق اللوري، وحطينا حبهان، وحطينا كركم، وشويه قرفه بسيطه كده. ايوه. قرفه وملح وفلفل اسود، كل التوابل اللي انت بتحبيها، وكل التوابل دي في بيوتنا كلنا يعني. هنمسك بقى قطعه كده في الحله الواسعه من تحت، وهنحطها لغايه ما نسمع تش كده. طب اقلبها لك. هي ما تتحط. انا حالفه. ما تحط ايدك النهارده، شاوري بس. لا لا والله، لا والله يا غالي. كان نفسي اجي اريحك النهارده. لا ده انت النهارده اللي ترتاحي. تعيش يا حبيبه قلبي. مبطه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم بطة يا شعيرة جميلة. إيه؟ أم بطة الشعيرة الجميلة. ازيك يا أم ليا؟ كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، ولادك طيبين وبصحة وسلامة، وحياتي كلها كل إيه بخير. والحاجة عصمت عامل ايه؟ الحمد لله الحاجة عصمت حلو، ما دام انتوا حلوين، وهو دايما لما بيسمع صوتكم يعني بيبقى بشوش بيكم والله، وبيسعد قوي انه يسمع صوتكم جميعا. كل سنة وانتي طيبة، وربنا ما يحرمناش منك يا رب ولا من كلامك اللي سايل عسل. تعيشي يا حبيبتي، تعيشي، ميرسي قوي قوي لذوقك يا حبيبتي. وكل سنة وكل ام طيبة، والله يرحم كل ام متوفية ويدخلها احلى جنة، ورب كده يخلي كل الامهات. يا رب يا رب، ربنا دايما يا رب يخلي كل ام سعيده باولادها، ويبقوا اولادها دايما من الافاضل الاوفياء ومن الابرار، تكون هي اسعد واحده في الدنيا. الله، امي يا كل حاجه حلوه في دمي، امي يا احسن انسانه لقلبي، ابكيكي بروحي واشكي لك همي. معلش امي، روحي بتناديكي وبتشتكي لك المي، يا امي يا غاليه عليا، يا امي انت نور عينيا، ما تصورتش حياتي بدونك، والعمر والعمر ما يحلاش من غيرك. وبدا يا ربنا يخليكي، وافرحي يا ام الشهيد، ابنك النهارده في عيد، مصر هي التورته وهو الشمعه اللي منورها، اوعي تبكي عليه، دي مصر بتنادي عليه، يا مصر يا ام الدنيا، يا مصر يا غاليه عليا، كل سنة وانت طيبة، وكل مصر طيبة، وكل الشعب العربي طيب، وربنا يصلح الحال ويهدي الجميع، وكل شكرا. سنة وانت طيبين. شكرا شكرا على كلماتك الجميلة، ودايما يا رب نسمع منك كل شيء جميل. بارك الله فيك يا بنتي، بارك الله فيك. ربنا ما يحرمناش منك يا رب. وبنتي سميرة الصغيرة عايزة تكلمك. عينيا عينيا، دي هتبقى حفيدتي بقى. ازيك تغالي عاملة ايه؟ النهارده معانا ماما ليلى اهي. ازيك؟ ازيك يا ماما ليلى عاملة ايه؟ ازيك يا نور عيني يا حفيدة يا جميلة؟ ربنا يخلي لك ماما ويخلي لك بابا، وتجيبي لماما وردة وتقولي لها كل سنة وانت طيبة يا ماما، لو ما معكيش تجيبي لها الوردة ارسمي لها الوردة، وهتبقى أحلى هدية منك. الله يخليك. كل سنه وانت طيبه وماما طيبه وصحه وسلامه. طيبه. حاضر. اغني؟ غني غني يا روح. غني. ست الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكل اكتباع، يا ربي خليكي يا امي، يا ربي خليكي يا امي، يا ست الحبايب يا حبيبه. انت اللي حبيبه وجميله، ربنا يخلي لك ماما ويخليك يا حبيبتي، ويخلي لك اخواتك وبابا، وكلكم تبقوا بصحه وسلامه. الله يخليك. تعيشي يا روحي. كل سنه وانت طيبه يا ماما ليلى، وربنا وربنا ما يحرمناش منك ابدا. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل، وخلي لك ولادك. حماده عايز يسلم عليكي. طيب يا حبيبتي. حماده. الو، ازيك يا ماما ليلى؟ ازيك يا روح قلبي، يا اعز اسم في الدنيا، عقبالي يا رب ما تبقى مهندس زي ابني حماده المهندس، ويسرح فيك البركه يا حبيبي. عامله ايه يا ماما ليلى؟ ازيك يا نور عيني، ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انا كويسه قوي ان انا سمعت صوتك يا حماده. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. نعم حماده، تعرف تغني تقول يا ست الحبايب؟ كل سنه وانتم طيبين، وقصه البرنامج كلها، وانا بسلم على كل ام. الله يخليك. وبقول لها كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه، وانت طيبه يا حبيبتي، ورب ما يحرمنا منكم خالص. كل سنه وانتم طيبه يا ام توته، وسلميلي على الحاجه الكبيره. تسلمي تسلمي. يلا، لا اله الا الله. مع الف سلامه. رسول الله، بالف سلامه. ايوه يا جميل، عاوزاكي بقى النهارده تقولي لي كده من بقك الجميل ده كلمتين للام اللي ربنا ما ادهاش اولاد. الام اللي ما ادهاش ربنا اولاد عمرها ما تتضايق، لان ربنا عمره ما بيعمل حاجه الا فيها الخير للبني ادم. ممكن ربنا كان يديكي ابن ولا عياذ بالله معوق، ممكن ربنا يديكي ابن عاق،
تفضلي العمر كله حزينه. فربنا عمره ما بيعمل الا الشيء كويس للانسان. ربنا اما بيعمل حاجه للانسان بيكون هو احن علينا من الرضيع، من الام على رضيعها. فربنا دايما انت اشكريه، اشكريه واحمديه. وربنا على فكره بيقسم الارزاق، يعني اوعي تفتكري ان انت كده ناقصه حاجه. ربنا بيقسم الارزاق علينا كلنا زي بعض. هو ما اداكيش ابن لكن اداكي زوج صالح، ما اداكيش ابن لكن اداكي قلب كبير، ما اداكيش ابن اداكي صحه، اداكي عافيه، اداكي عيله كويسه، اداكي وظيفه حلوه، اداكي جيران حلوه. فهو ربنا بيقسم الارزاق. واوعي تتضايقي، دايما قولي الحمد لله، كل شيء ربنا بيعمله بحكمه، واي حاجه ربنا بيجيبها للانسان بيجيبها حلوه قوي. اوعي تزعلي، اوعي تزعلي. وكل الناس ولادك، كل الناس ولادك، ولاد اختك تبقى ولادك، ولاد اخوك ولادك، ولاد مصر كلهم ولادك. الله عليك يا ام ولي. عمرك يا رب اعوام واعوام جديده ان شاء الله، انت وست غانم جميع اللي تابعونا. ربنا يكرمك يا احلى لهجه في الدنيا، لهجتك جميله واسمك جميل. ربنا يجعلك من الخالدين دنيا واخره حبيبتي. امين يا رب. ربنا يجعلك من الخالدين دنيا واخره. وماما ربنا يعني عايزه اشكرها انها سميتك الاسم الجميل ده. حبيبتي والله هذا من ذوقك ومن طيبك. والله انا سعيده جدا اني اتصل في حلقتك اللي انت موجوده فيها، يعني ما تدري ايش كثر انا فرحانه. تعيشي يا حبيبتي، ده انا سعيده جدا بسماع صوتك وبلهجتك الجميله. ربنا يسعدك ويهنيكي وابعث لك فراخه وغاليه بتعمل لك احلى فراخه اهو. حبيبتي تسلم ايدك، والله يا ريت تكون موجوده معاكم والصحبه الطيبه هذه. احنا يشرفنا ان انت تكوني معانا يا خالد. حبيبتي والله ان شاء الله لما اجي لازم اشوفك، ولاني من اسمع صوتك بالتليفون وانا جدا فرحانه شلون لما اشوفك. تعيشي يا نور عيني، انا ببقى سعيده او ان انا اسمع صوتك على طول. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وانت طيبه وست غاليه، كل عام وانت بخير. وانت وكل بخير. الامهات والكل وامي ام مرزوق اقول لك كل عام وانت بخير، والله يخليني ان شاء الله وابرك وما اكون يعني قاطعه فيك. وهم الام هند انا حلت اثرت يعني باتصالها، اقول لها من كل عام وانت بخير يا ام هند، انت ام جميله والله يرحم امك ام حميد. تعيشي يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه وامك طيبه، ويرحم ام حميد وجميع اموات ام محمد وام تعيسه وموسى جميعا يا رب. امين يا رب. امين. كل سنه وانت طيبه يا خالده. يعطيكم العافيه يا عمري، مع السلامه. جميله جدا الاكله دي، جميله جميله يا غاليه. وبصي ما فيهاش اي حاجه. اه لا حلوه قوي، مش ما فيهاش تعب خالص. ده انا يعني سريعه سميناها ليه ملزقه بقى. لو انت شفتي الصوص اللي طالع منها هتلاقيه، بصي يا غاليه تلاقي الصوص بصي بيلزق. ده الصوص ده لو انت حطيتيه بقى على المكرونه وانت بتاكليها تحفه تحفه. اه يا انا والشفا عليكم يا رب. الله يهنيكي. زي شيخ قلبي الف انا والشفا.